كما نقولوا احنا سي اون اليمناسيون تري موروز با اون اون انطامي الماتش افيك بون زانتونسيون احنا كما نقول لك بدينا الماتش يعني بدينا الشوط الاول يعني كان لصالح الفريق الوطني يعني في الاشواط الثالثه كما تشوف يعني خلصوا الاشواط يعني توجور بفارق نقطتين يعني كما نقولوا كنا فريق الخبره شويه في المومو يعني في الاوقات وين يعني احنا كنا مقلقين شويه الفريق يعني التونسي يعني كما نقولوا سير الفتره هذيك بيكون يعني خبره وبكل صراحه يعني نقولوا بالفريق الخبره اللي يدوم شويه الفريق يعني في المقابله تاع اليوم في الاكسبيريونس علينا ميم سي زيرناهم بزاف ميم خافوا شويه خافونا شويه ودرنا اللي قدرنا وحبينا نربحو حبينا مليح نربحو مي دوماج عندهم الاكسبيريونس اكثر منا ولا لا بروجين فوا ان شاء الله نربحوهم 3-0 ان شاء الله والله تعرف مباراة صعيبة فريق جزائري اليوم ما عنده حتى خيار كان باش يفوز بالمباراة هذه ويلعب مباراة فاصلة غدوة صحيح معناتها ما كناش في بداية مباراة ما كناش في ما عملناش اون تام دو ماتش باهي لكن الحمد لله ثم خبرت بعض اللاعبات في مواقف حساسة في اوقات حساسة المباراة هي اللي حكمت على المباراة وحكمت على نتيجة المباراة نشكر اللاعبات اللي قدموا مباراة طيبة وان شاء الله نشرفوا تونس وشمال افريقيا في البطولة الافريقية باش تكون في الكاميرون ان شاء الله الحمد لله يا ربي احنا اليوم ماتش ديسيزيف هذايا بويسك ربحنا الماتش اللي فات و اون بيان جيغي الماتش نتصور من الاول معناها ما كانش عندنا بريسيون برشا والحمد لله يا ربي وفقنا.